وسهلا، مرحبا من جديد. 48 دقيقة صباح النور، نرجع معاكم المختلف فقراتنا. شو تعدي وتوت سويت رمضان في الغربة. رمضان في الغربة. رمضان في الغربة. مهدي مساوي في بلاد بين أستراليا بلوتو بين النمسا وبين ألمانيا وبين سويسرا. صباح النور يا مهدي. صباح النور خويا أمين. صباح الخير. والبلاد متاعكم اسمها فيرجل، هكا فيرجل؟ في فيرجل ما بين حدود الألمانية وحدود سويسرا وفي النمسا، فهمت؟ ما بين كوفشتاين اسمها البلاصة، فهمت؟ البلاد هذه يظهر لي، تقول لي انا حكينا في الكواليس، تقول لي ما فماش برشا مسلمين غاديكا، واجواء رمضان بعيده ممكن على مختلف المدن الاوروبيه الاخرى. هل تعطينا الاجواء في سيدي رمضان غاديكا؟ الاجواء في سيدي رمضان ما تمش حتى اجواء، ما تمش حتى شيء، ما تمش حتى ريحه رمضان، ما تمش جمله، فهمت؟ خاطر البلاصه نعيش فيها كلها زون توريستيك. وصل البلاد معنا فيها كان جامع واحد تركي وجامع زي تركي، ما تنجمش معنا تمشي، خاطر كلهم يحكوا أتراك وكل ما تنجمش تحكي معاهم، وكل تنجم تدخل تصلي فيه ولا حاجة. مي موجود ديما محلول، معنا يحل شوية وقت كي ويسكر. مي حوانت ولا أي حاجة ما تمش، مش موجودة. شو اللي يميزها هالبلاد هذه؟ أنا قاعدين نراه في بلاد مزيانة فلاحية جبلية، الحقيقة بلاد مزيانة أنا قاعدين نراو فيها. شو اللي يميزها بالضبط فيرجل؟ فيرجل هي شنو؟ هي مقاطعة، هي مقاطعة تبع ولاية إنسبروك وتبع تيرول، فهمت؟ هذه المواقع الولاية دي تبع منا تجي ما بين ألمانيا وسويسرا وليشتاين. وشنو فيها؟ شنو فيها اكثر حاجه هي مشهوره بها؟ هي رياضه السكي، معناتها الثلج، فهمت؟ يجوا من العالم الكل اللي يعملوا فيها المسابقات العالميه متاع سكي، فهمت؟ اكثر حاجه معروفه بها هي سكي، فهمت؟ وفيها زاد معناتها سياحه ثانيه، سياحه جبليه، هي كون معناتها العباد تجي من كل بلاصه، معناتها يطلعوا لجبال الألب، فهمت؟ يطلعوا جبال الألب، يتسلقوا جبال الألب وكل، فهمت؟ وهي منطقة معناها خضرة على الاخر، معناها منطقة فلاحية وخضرة وجد عالية لفوق برشا، فهمت؟ معناها البلاصة اللي فيها فريسك 1400 متر حاجة كيما هكا، 1600 متر. توانسة فماش غاديكا في البلاد اللي انت تعيش فيها؟ تتلموش مع بعضكم التوانسة؟ البقعة اللي فيها انا تو ما فيهاش حتى واحد تونسي، معناها التوانسة تنجم تلقاها بعد ساعتين ونص هكا، معناها بعيد عليا معناها البلاصة، فهمت؟ لازم معنا تتعثر في واحد تونسي، عائلة تونسية حاجة، فهمت؟ ان شاء الله نتعثر في الخير ان شاء الله. اي قل لي مادي، احنا انت ذولي مش اول عام هذا في الغربه، معناتها رمضان اللي عنده طعم خاص بين تونس وبين الغربه، دي تستانس ولا ديما وين يجي رمضان تحس انه فما حاجه؟ بس لما بالطبيعه ديما تحس برمضان، جو رمضان مع العائله مع الاصحاب ومع وفي سهرية رمضان في الليل وكله، فهمت؟ ذلك تشم في ريحة الشربة ذلك طيبة، فهمت؟ من كل دار خارجة، فهمت؟ ريحة الخبز، ريحة كل شيء معناه، فهمت؟ الشام تاع رمضان واحدة في تونس، من المستحسن واحدة عادي في تونس، ما بحكم الخدمة وبحكم كل ما تنجمش معناه، ما تنجمش معناه كل رمضان تهبط تونس. وأنا بتبعتي جميع معناه عديت رمضان لهذه مرة بركة، مني عندي 17 سنة في الغربة يمكن مرة بركة، فهمت؟ حضرت على 3 أيام في رمضان الوالي، فهمت؟ عندهم طعم خاص، عندهم طعم خاص في تونس. جو رمضان وحده في تونس واضح. ان شاء الله يا ربي يلمكم في الخير ان شاء الله. اذا عندك سلام تحب توصلوا للعائله ولا للاصحاب للاهل، تفضل يا ماتي. بتبيع عندي بارس سلامات، فهمت؟ الحاجة سلام عليكم انتم، الله يخليك، قريكم ان شاء الله بون شانس في خدمتكم وكل. نسلم على عندي عائلتي، نسلم عليهم هذو عائلتي، معناها عائلتي اللي نسلم عليهم على الاخر في تونس. وعندك عائلة في فرنسا؟ في تونس، ايوه، عائلة في فرنسا وعائلة في تونس وعائلة في سوسة، فهمت؟ هذو نسلم عليهم على الاخر. نسلم على المدام تاعي نحبك برشا برشا برشا، ونحن ديجا مازلت 4 ايام 3 ايام اخرين معناها
ان انا كيف نقولوا فيها، فهمت، عيدة عارفة متاعنا وقتها، فهمت، تعرفنا ان على شاء الله بعض ربي هذه يلمكم في 8 الخير، ابريل، فهمت، ربي يلمكم في ان شاء الخير الله ان شاء نسلم الله. عليها برشا، نسلم عليها برشا، نقول لها نحبك برشا برشا، نسلم على اخواتي الكل، نبدا بجوجو، نبدا بعادل، نبدا بمنى، نبدا بمحمد، مروان، نسلم العائلة عليهم الكل، الكل، العائلة الكل، سلموا عليهم العائلة الكل يا الكل. مهدي، الله يخليك وإن شاء الله ربي يوفقك وربي يعينك إن شاء الله. وتحية إلى كل التوانسة اللي موجودين خارج حدود الوطن. اليوم فقرتنا من مقاطعة بين 3 دول ما فيهاش توانسة مالوريزمون، ولكن ديما كنحاولوا نكونوا قراب منكم من خلال هذه الفقرة. رمضان في الغربة، نرجع معاك سي محمد، يظهر لي من بكري مع عامر بوعزة، فما حويجتين حبينا ممكن نضيفوهم مع كلام سي عامر فيما يتعلق يظهر لي لا بين فقط الوديان. مجرد تدقيق، لأنه باش ما نظهروش كأنه كلنا معناها خارج النص. صديقنا عامر بوعزة قال أول عمل على اللواتي في التلفزة كان سفير طيار حيم، خرج صلاح الصغيري. هو لا، بداية على اللواتي في الكتابة للتلفزيون كانت بشريط تلفزي تيلي فيلم اعترافات المطر الأخير، كان هذاك أول عمل لعلي اللواتي في التلفزة. سفينة الرحايم هو أفشل عمل اللي عمله علي اللواتي لأسباب مش هذا وقتها باش نحكيها. الثانية معناها ما تعودش هذا مريم، ما شفناهوش تعود، ما يتعودش لأنه عمل على الحيط يعني، وكان المشكل مش في الكتابة يعني، في الإخراج توا أعفيني من التدقيق. كان يفترض منصف الطيف مش يكون هو مخرج سفينة الرحايم، رباعية أو ثلاثية، على شنو يحكي الموضوع كنت تذكر؟ لا الحقيقة التفاصيل ضاعت عليا، ولكن بعد قال للعمل للمخرج صلاح الصغيري وما كانش يعني ما نجحش العمل. الثاني هو عامر، هو يحكي على حبيب سلماني، إن شاء الله ربي يمتعه بالصحة وطول عمره في الخير. ذكر يعني مسلسل بين اثنين، ولكن تسرب خطأ يعني، قال بين الوديان، هو بين الوديان يعني فيلم خالد برساوي، خالد برساوي تعمل معنا في سياق واحد اخر فقط تما للتدقيق يعني. وانا حبيت نسال محمد بوغلاب الصحفي في اللي متابع مليح الشان الثقافي، ما خديتش رايك في هذايا فيما يتعلق بين البارح، بين الدراما اللي تابعينها مليح، بين الصناعه اللي في نهار من نهارات لقينا فما محاوله للصناعه التونسيه، وبين اليوم اللي نعيشوا فيه اللي كل حد يخدم وحده. لا هو ما تخدم وحدك يا طبيعي يعني، شنو تخدم وحدك يعني، العملية الإنتاج مهيش أنت شاعر في الظلام مش تكتب قصيدة، أو رسام في دارك يعني مش تعمل تابلو. الإنتاج التلفزي والإنتاج الدرامي صناعة ثقيلة، يلزمك تجهيزات وإمكانيات اللي ما فماش بكل بساطة. خلينا من غياب الفكرة والمشروع، ما نحكي عن المشروع، ما فماش، ما عندكش اليوم لي مويان، ما عندكش الإمكانيات. التلفزة الوطنية تغفق بكل بساطة، وهذا مسؤولية يجي ويعني يعدي عواية من اثنين، والسنوات الأخرى تلهاو في حكايات أخرى، اللي كافح في الفساد واللي له يقد في البوفات، واللي معناها تلهاو في جزئيات وتفاصيل ما تعنيش يعني المشاهد. وعند حتى عند الرأي العام يقول لك مسلسل شو الأهمية، برا جيب لي مسلسل مصري، شوف ضرة ثم وعير. وعند عامة الناس وقت اللي يشوفوا سي محمد وزارة الدفاع الأمريكية الميزانية اللي تحطها بور لو سينما، روسي فرنسا تقريبا أغلب الدول اللي هي تساهم في صناعة السينما وتساهم في صناعة الدراما. شفنا المشروع التركي في حد ذاته، الناس تمشي ما عادش تمشي البوسفور، تمشي بالذمة باش تشوف حريم السلطان وين تصور. شوف أني مشيت للتوب كابي علاش، أني في زيارة وحيدة عملتها في حياتي لإسطنبول، معناها كنت حريص باش اللي الهوس كان، والناس كلها تفركس في حريم السلطان، الناس كلها تفركس غادي، ناس تعرف تبيع، معناها تجار يعرفوا يبيعوا. احنا اليوم نحيروا في تصلحش حمام بنت جديدي قبل لا تحكي لي على المشروع الوطني في الدراما ولا في غيرها. احنا نحيروا في حفرة في الكياس، صدقني نحيروا في حفرة في الكياس. معناها شوف فما مثل فرنسي كنت ترجمه بالعربي واللي عيب ما يتقالش في الليل، ما خلينا على قد جرمنا بنبدأ وش معناه نفلم ونحكي في حاجات مياش متاعنا. شوف في نهار من نهارات راهو في نهار من نهارات تونس راهو في الستباك والبروجي ذيك، في نهار من نهارات كانت مكة تحت إشراف يعني الحاكم تونس، مكة كانت يعني تحت السلطان الحفصي، معلش نمشي. وإما في نهار من نهارات أنت كنت عندك 200 مليون في البنك، تدخل شاف داجونس يجيك يجري يبوسك من خشمك، نهارت اللي تولي فروج تدخل تطلب مقابلته يقول لك مش موجود. هي كنا كان فأصبح، اليوم احنا كيلو الولد القمرة يتباع ب 10,000،
والناس يعني تسال على الفراول وقال لي فما البلاك يا سي لطفي الرياحي والبنان ب 5000 فما كان يعني عند وزاره التجاره نقطه رجع للصدر. واضح. خلينا نتعداو الكرونيك اليوميه ما يفلت شيء لليوم. خليني قاعد نعمل طلع فك العنوان طويل شوي العنوان البقاع المقدسه في الحمامات. يلا هذا بعد اللحظات. مرحبا بكم الناس الكل.